جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا في مقطعنا هذا أنقذ الأرقام، مثل لعبة أنقذ الكلب بالضبط نفس الفكرة. زر اللايك والاشتراك، ويلا يا جماعة خلينا نجرب مع بعض لعبتنا هذه. فمثل ما تشوفون حاليا قدامنا الحرف هذا، كيف ننقذه؟ نسوي الحركة هذه وخلاص ما يطيح في اللافة. إيزي، خلصنا حاليا وأنقذنا وعدينا مباشرة الليفل هذا. نروح نكس حاليا للليفل اللي بعده. يلا هذا رقم، ها رقم صح؟ رقم 8 ولا تخيل. المهم خلونا نحاول، ويعتبر يا اخوان ان احنا انقذناه. نيكست اللي بعده ان رقم 7. ايوه الحمد لله ما خلنا يغرق. لا تطيح ورا ونخسر. الحين نيكست هي. اوه في قرش هني، اذا في قرش فانا لازم اسوي لي قاعده. دقيقه ما ابي هنت. اوكي بس ايزي خلصنا الموضوع وانقذناه. نيكست شي بعد لازم تحاول انك ما تخلي الرقم او شيء يطيح برا العالم يعني. ف هني بالطريقه ها. انا ما اعرف لو الحبر حقي لا ما خلاني اكمل، لازم ما المس شيء. هسو كرسي بهالطريقه وراح تنزل النص. كفو كفو اوكي انقذناه. خلونا الحين نروح للليفل اللي بعده. اوه هذا ايش قاعد يسوي هني؟ ايوه خلاص انقذناه ايزي. كفو اوكي انقذناه. اللي بعده نيكست خلنا نشوف وش. اوه وش ده؟ زين لا تروح مكان، اروح مكان ما يحتاج تنط ولا تروح اي مكان نهائيا. فلا ما ينط واغطي هني، لا ينط من الاساس. نحاول نخليه يكون فوق من البدايه. اللي بعده عندنا رقم 2. بس سوي هذه الحركه وراح يظل مكانه بدون ما يطيح. اوكي تقريبا امورنا يعني مضبوطه حاليا وقاعدين نمشي بشكل صحيح. اللي بعده عندنا ها تحت ما ادري شنو. دقيقه. لا اوكي لا صح والله اشو انه صح. يا طلع عادي يطلع برا. اوكي عادي. اوف في قرش. اذا انقطع الرسم خلاص ما يمديك ترسم. لا ودع. ما اذا انقطع الرسم ما يمديك ترسم خلاص. افضل حل هذا. غرقنا لكن اوكي غرقنا، لكن المهم انه ما اكلنا. ها هذا المهم، المهم انه طيحته تحت بس هذا كان المطلوب. وات شنو هذا؟ اوكي لا 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 غلط. اوكي ترى غلط يعتبر، كان المفروض اغطي بس على الموزه يعني. ايش فيه؟ سكر عليه. انا ما ادري ايش قاعد يصير وسكر عليه. اوكي حلو سكرنا عليه عشان ما يطير. اتوقع كان ممكن انه يطير. سكرته بطريقه انه يظل مكانه. وكهرباء بس حلينا المشكله، حليناها بالطريقه المثاليه الممتازه. يعني حصل نقاط ما ادري شنو فائدتهم. والله حصلت كثير. شو فائدتهم؟ ما ادري. اوه ايزي. لا لازم على الحد يعني بالطريقة هذه على الحد. ياب أو ماي جاد على الحد بالضبط لازم. أوكي نيكست اللي بعده هاي ممكنها تنقلب. أفضل حل الحل هذا. ما راح تتحرك. يب ما راح تتحرك. قلت لكم يا جماعه انها راح تضل في مكانها. فعليا قدرنا نخليها تضل في مكانها. سو نيكست يلا. نيكست. اوكي انقطع الرسم راح تطيح. من ينقطع الرسم خلاص اعتبر نفسك خسرت. افضل حل علقت. اوكي اشوه يا جماعه. بس رسمتي يعني اوكي ما عليه، المهم انها مشت معانا. وش ده؟
شنو هذا؟ هذا بس شكل، هذا له شكل بس ما راح يصير ولا شيء. هذا شكل لو شلته راح يطيح تحت، فافضل شيء. انا توقعت انه ممكن يهاجموننا فهم لاصقين بزياره، ما يمديك تسوي شيء. في حجره هني، سوي الحركه هذه بس ما راح تعدي. ياس يا جماعه كفو غيره. نسوي نيكست، ناخذ فلوسنا. في مدفع هني، هذا شو موضوع المدفع؟ اوكي، طلق طلقه طاحت تحت، ما طلق طلقه ثانيه الحمد لله، هي طلقه واحده بس طلقها وما عدت على طول. نيكست اللي بعده سلاح بس سكر عفي. اوكي طلعنا برا الماب، اهم شيء انه كملنا ليفلنا. غيره خلينا نشوف وش ده. اطلق. أوه. اوكي سويت خط بس، اتوقع اني كنت غلطان يعني، ما كان المفروض اسوي بس خط بهالطريقه، ممكن نحن نخسر. اوف. اوكي لا خسرنا، ايش لازم اسوي؟ زين لازم جدارين، جدار واحد ما يكفي، جدار واحد راح تمر السنون وتوصل، بسوي جدارين تباعدهم عن بعض بس، وهذه تسكرها بهالاسلوب ونخسر على طول. لا اوكي خفت ان هني ما تكون كافيه، بس طلعت كافيه ويمدينا نكمل الليفل بدون مشاكل. اوكي اللي بعده في تنين يعني راح يولع فينا، يعني يسوي الحركه هذه. اوكي بعد هي طلقه واحده طلقها وخلص. نسوي حاليا نيكست للي بعده، في سيارة سكر بوم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوكي يا ساتر يا رب. اوكي خلنا نسوي نيكست الحين، سكر هذا. اوف 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 اوف. انتبه 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 بس انتبه يا سيد، بأي طريقة انتبه. اوكي اللي بعده هذا اتوقع بس نسكره بهالاسلوب. اوف وش في عصبي هذا؟ حد عصبي يا اخوان، حد عصبي. غيره سو نيكست، حيطلق علينا بس ما راح تعدي. يب ما راح تعدي ابدا. فمثل ما تشوفون يا جماعه هاي اللعبه حقتنا. لا تنسوا زر اللايك، اكتبوا لي تحت لو عندكم اي العاب تبون نجربها، احنا عاده دائما نجرب العاب جديده هني. نشوفكم على خير، مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.